أنا عندي خلفية في مجال العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية وخبرتي في مجال علوم البيانات. طارق عبد الجليل وشريك مؤسس في شركة Fruits360. Fruits360 فكرة أن ثمرات البيانات اللي عندك تقدر تشوف البزنس حقك 360 درجة بسبب تحليلنا للبيانات من كل الأطراف. اللي يميز Fruits360 أن إحنا عندنا تطور دائم في المنتج، نعطي للعميل أدق معلومات بأسرع وقت ممكن. بعد تجربتنا مع MITEF أنصح فيه بشدة، حتتعلم كثير كرائد أو رائدة أعمال. بعد MITEF شهرين قدرنا نسكر أول صفقة خارج السعودية الحمد لله، والآن حنبدأ نبيع في الكويت، في الأردن، في العراق، في مصر. فالحمد لله من وقت المسابقة قدرنا نتطور كثير وتعلمنا منهم كثير.